يعطيكم العافية حبايب الطلاب، ورجعت لكم من جديد. اليوم بإذن الله رايحين نعمل مراجعة لامتحان الشهر الأول لمادة علوم الصف الرابع. تمام التمام يا مس. هسا أنا بهاي الحصة شو رح أعمل؟ رح ألمل لك كل المادة بإذن الله بطريقة كثير سهلة وسريعة. تمام يا مس. بس شو المطلوب منك يا مس؟ إنك أنت تركز معي وتفهم كثير منيح. أول درس يا مس كان معانا اللي هو درس إيش؟ درس التصنيف. طيب يا مس، درس التصنيف شو حكالنا؟ كان بيحكي لنا أول إشي عن أوجه التشابه والاختلاف في الكائنات الحية. حكينا الكائنات الحية بإيش بتشترك يا مس؟ تشترك في القيام بالعمليات الحيوية. شو يعني يا مس القيام بالعمليات الحيوية؟ اللي هي يا مس القيام، تشترك الكائنات الحية في خصائص رئيسية اللي هي القدرة على إيش يا مس؟ القدرة على التكاثر والنمو والتغذية. هاي الصفات بتشترك فيها الكائنات الحية، وتختلف عن بعضها البعض في إيش؟ في طريقة الحركة وغطاء الجسم. إيش يعني هذا الحكي يا مس؟ هسا احنا عنا جميع الكائنات الحية لها القدرة على التكاثر، يعني انتاج افراد جديدة. وبرضو يا من جميع الكائنات الحية لها القدرة على ايش؟ على النمو. الكائنات الحية ما بتظل صغيرة يا مس، هي بتكبر. برافو عليكم يا مس. وبرضو على التغذية. كيف يعني التغذية؟ مثلا احنا عنا جميع الكائنات الحية بتتغذى. تمام يا مس. ما هي اوجه الاختلاف؟ اوجه الاختلاف يا مس شكلها، حجمها، طريقه اللي هي الغطاء الذي يغطي الجسم. معناته نعيد مع بعض، تشترك الكائنات الحيه في العمليات الحيويه الرئيسيه اللي هي التكاثر، التنفس، النمو، وتختلف عن بعضها البعض في غطاء الجسم، الحركه، طريقه الحركه، منه ما بيمشي على جريه، منه يامس ما انه بيمشي اللي هو بالزحف، ومنه يامس اللي هي عن طريق، يعني في طريقه الحركه بتختلف بين الكائنات الحيه. وبرضه يامس ايش عندنا؟ برضه شكلها، جسمها، حجمها، هاي جميعها بتختلف بين الكائنات الحيه. تمام التمام يامس. بحكي لنا ما وجه التشابه والاختلاف بين كل من الجمل وسمكة القرش والنسر. هسا احنا عندنا الجمل وسمكة القرش يا مس والنسر، اوجه التشابه بينهما ايش يا مس؟ القيام بالعمليات الحيوية. شو العمليات الحيوية يا مس؟ انه الجمل والسمكة والقرش له قدرة على التكاثر والنمو. مزبوط ولا لا يا مس؟ القدرة على التكاثر والنمو وبرضو التغذية والتنفس، هاي جميعها بتشترك بين جميع هاي الكائنات الحية. طيب ما وجه الاختلاف يا مس؟ حكينا اوجه الاختلاف اللي هي غطاء الجسم. طيب برافو عليكم. هسا احنا عندنا يا مس الجمل ايش بغطي جسمه؟ الجمل بغطي جسمه الوبر. ممتازين يا مس. طيب سمكة القرش ايش بغطي جسمها؟ ممتازين يا مس، مغطى جسمها بالزعانف. بالزعانف. طيب والنسر يا مس ايش مغطى جسمه؟ مغطى جسمه بالريش. برافو عليكم. طيب طريقة الحركة يا مس، الجمل على ايش؟ على اربع رجلين. مزبوط ولا لا؟ بيمشي على قدميه، يتحرك بالمشي. هون يتحرك بالمشي. اما سمكة القرش يا مس تتحرك بايش يا مس؟ تتحرك بالسباحة. برافو عليك، برافو عليكم. تتحرك بالسباحة. هون يا مس سوري، الزعانف اللي هي اللي بتساعد سمكة القرش على الحركة، لكن سمكة القرش يا مس ايش يغطي جسمها؟ اللي هي يغطي جسمها جلد قاسم. جلد قاسم. تمام يا مس. طيب والنسر يا مس يا عن طريق ايش؟ اللي هو عن طريق الحركة، عن طريق الطيران. الطيران بيمتلك ايش يا مس؟ يمتلك اجنحة تساعده على الطيران. سمكة القرش تمتلك يا مس زعانف تساعدها على السباحة. الجمل يا مس يمتلك اقدام تساعده على ايش؟ تساعده على المشي. هاي اوجه الاختلاف واوجه التشابه للتنفس والتكاثر والحركة. ممتازين يا مس. ننتقل على اللي بعده. بيحكي لنا يا مس بماذا تختلف النباتات فيما بينها؟ هسا احنا عندنا النباتات تختلف من حيث ايش يا مس؟ حجم النبتة. عندنا نباتات كبيرة وعندنا برضو نباتات ايش مالها صغيرة. ممتازين يا مس. معناته تختلف في حجم النبتة وبرضو يا مس في ايش؟ وشكل الاوراق. هسا احنا عندنا جميع النباتات تمتلك نفس شكل الاوراق؟ لا، عندنا يا مس معناته بتختلف
النباتات عن بعضها البعض من حيث إيش؟ من حيث حجم النبتة وإيش برضو يامس، وحيث برضو شكل الأوراق. طيب وبرضو اللي هي الثمرة اللي بتنمو عليها ويامس، هاي كل هي عبارة عن أوجه اختلاف بين النباتات. بحكي لنا وضح المقصود بالتصنيف. شو يعني التصنيف يامس؟ هي وضع الكائنات الحية. تمام، وضع الكائنات الحية في مجموعات بناء على إيش يامس؟ بناء على أوجه التشابه والاختلاف فيما بينها. في بعض دراسات لتسهل إيش دراستها، إيش عن هذا الحكي يامس؟ عنا اللي هي وضع الكائنات الحية، الكائنات اللي بتشبه بعض من ناحية إشي محين يامس، بنضحها بإيش؟ بنصنفها في مجموعات. طيب هذا التصنيف في مجموعات إيش إحنا بفيدنا؟ بسهل لنا إيش دراسة الكائنات الحية، يسهل علينا دراسة الكائنات الحية. ما الذي دفع العلماء لتصنيف الكائنات الحية والنباتات؟ طيب إيش يامس اللي دفع العلماء لتصنيف الكائنات الحية والنباتات؟ يا مس هسا في عنا أنواع كثيرة للحيوانات، وبرضو في عنا إيش؟ في عنا أنواع كثيرة للنباتات. عشان نسهل إحنا دراستها، معناته إحنا عنا شو السبب الرئيسي اللي أدى إلى تصنيف بين الكائنات الحية والنباتات؟ السبب الرئيسي يا مس هي الأنواع الكثيرة من الحيوانات والنباتات، بسبب وجود أنواع كثيرة من النباتات والحيوانات. تمام التمام يا مس. عنا يا مس وضح المقصود بمفتاح التصنيف. شو يعني مفتاح التصنيف يا مس؟ هو يا أداة تمام التي تستخدم للتعرف على الكائنات الحية عن طريق خصائصها بتوجيه أسئلة تكون إجابتها يا إما يا مس نعم أو لا. إيش يعني هذا الحكي يا ملك؟ هسا إحنا عنا مفتاح التصنيف يا مس بيكون إجابته يا إما نعم أو لا. تمام يا مس. طيب هسا إحنا عنا الذي يستخدم في مفتاح التصنيف يامس، مثلا انا بدي اصنف مجموعه من الكائنات الحيه، مثلا احنا عندنا هاي الكائنات الحيه وانا ايش بدي اعمل؟ بدي اصنفها. بسال حالي سؤال، مثلا هل تمتلك اجنحه؟ تمام، الجواب عنا يا اما بيكون نعم يا اما لا، او هل تمتلك ارجل؟ عنا يا اما نعم او لا. طيب هل الحيوان اجنحه؟ طيب يا اما برضو نعم يا اما لا. طيب هل يعيش في التربة؟ برضو يا اما نعم يا اما لا. هل الحيوان اجنحة؟ اذا كان نعم معناته هي الفراشة، واذا كان لا معناته ايش هي؟ مس الماعز، انه الماعز يمتلك اقدام. طيب هل يعيش في التربة؟ اذا كانت نعم معناته هي دودة الارض، واذا كانت لا تعيش في التربة معناته ايش؟ يا مس سمكة. وضحت يا مس؟ معناته مفتاح التصنيف بيكون جوابه يا اما نعم او لا، وهي اداة تستخدم ايش لتصنيف الكائنات الحية. تمام التمام يا مس. معناته اول درس عندنا التصنيف، نراجعه بشكل سريع. هسا في عندنا تشابه بين الكائنات الحية، تتشابه الكائنات الحية بالعمليات الحيوية. شو هي العمليات الحيوية اللي بتشابه فيها الكائنات الحية؟ التنفس، التكاثر، النمو، هاي جميعها يا مس شغلات يا مس مشتركة بين الكائنات الحية، وتختلف فيما بينها في أشياء مس، في غطاء الجسم، الشكل، الحجم، هاي جميعها بتختلف بين الكائنات الحية. وحكينا يا مس أوجه التشابه والاختلاف بين الجمل وسمكة القرش، هذا يا مس سؤال مهم، يعني احتمال المس يجيب لكم إياه، بتحكي لكم ما أوجه التشابه والاختلاف بين السمكة والجمل وسمك القرش والنسر عفوا. أوجه التشابه يا مس جميعها تقوم بالعمليات الحيوية، تنفس، تكاثر، نمو. تمام التمام يا مس. أوجه الاختلاف غطاء الجسم، الجمل يغطي جسمه الشعر. تمام، عفوا الوبر، سمك القرش يغطي جسمه جلد قاسي، النسر يغطي جسمه الريش وبرضه القدرة على الحركة، الجمل عن طريق المشي. تمام يا مس. سمك القرش عن طريق السباحة بمساعدة الزعانف، ممتازين يا مس. طيب النسر عن طريق الطيران بوجود ايش يا مس؟ بامتلاكه أجنحة. برضو يا مس حكينا هون بالدرس في عنا ايش اسمه مفتاح التصنيف. شو يعني مفتاح التصنيف؟ هي أداة احنا بنستخدمها لتصنيف بين الكائنات الحية والنباتات، بتكون اجابتها يا اما نعم او لا. طيب ايش اللي دفع العلماء للتصنيف يا مس؟ بسبب الانواع الكثيرة للنباتات والحيوانات. طيب برافو عليكم يا مس. طيب بماذا تختلف النباتات عن بعضها البعض؟ تختلف يا مس في شكلها، حجمها، شكل الأوراق، حجم الثمار، وبرضو نوع الثمار اللي بتمتلكها، هاي جميعها يا مس بتختلف بين إيش؟ بين النباتات. ننتقل يا مس على الدرس الثاني. الدرس الثاني بحكي لنا عن إيش يا مس؟ بحكي لنا عن تصنيف النباتات. طيب ركزوا معي يا مس، بحكي لنا بماذا تختلف النباتات عن بعضها البعض؟ حكينا تختلف في أشكالها وحجومها وتركيبها وطرائق تكاثرها.
طيب يا مس أشكال النباتات بتختلف من نبتة لنبتة، وبرضو يا مس حجم النباتات بختلف من نبتة لنبتة، وبرضو يا مس تركيب النباتات بختلف من نبتة لنبتة، وبرضو طرائق تكاثر النبات بتختلف برضو من نبتة لنبتة. ممتازين يا مس. طيب عنا كيف تتكاثر معظم النباتات؟ هسا في عنا النباتات يا مس تتكاثر بالبذور. طيب وشو بسميها يا مس النباتات التي تتكاثر بالبذور؟ ممتازين يا رابع، بسميها النباتات البذرية لأنها تتكاثر بالبذور. طيب النباتات البذرية معناته يا مس في نباتات إيش مالها؟ لا بذرية، ما بتتكاثر بالبذور. برضو في نباتات يا مس لا بذرية، معناته هاي لا بذرية إيش بتكون يا مس؟ لا تتكاثر بالبذور. ممتازين يا مس. معناته هاي بتختلف النباتات عن بعضها البعض في طريقة إيش؟ في طريقة التكاثر. ممتازين يا مس. طيب عنا يا مس هنا بحكي لنا النباتات البذرية، تمام، هي النباتات التي تتكاثر بالبذور. النباتات اللا بذرية احنا ما تطرقنا لها بهذا الدرس او معاكم يا مس، ركزوا معي. هسا احنا عندنا بالنباتات البذرية، تمام، هي النباتات شو حكينا التي تتكاثر بايش؟ تتكاثر بالبذور. ممتازين يا مس. كان ركزوا معي يا مس، النباتات البذرية، هاي النباتات البذرية حكينا هي النباتات التي تتكاثر بإيش يا مس؟ تتكاثر بالبذور. طيب النباتات البذرية بنقسمها يا مس لإيش؟ لقسمين. ممتازين، اللي هي نباتات إيش؟ يلا عنا نباتات زهرية، تمام، ونباتات لا زهرية. نباتات زهرية اللي هي نفسها النباتات إيش مالها يا مس؟ اللي هي مغطاة البذور. ونباتات لا إيش؟ نباتات لا زهرية. طب إيش يعني يا مس نباتات زهرية وإيش يعني نباتات لا زهرية؟ هسا بنحكي يا مس إيش يعني. هسا إحنا عنا يا مس النباتات الزهرية إيش هي؟ هي النباتات التي تكون أزهار. إيش يا مس تكون أزهار؟ معناته يوجد داخل البذرة إيش؟ يوجد داخل، أو عفوا الزهرة شو بتصير عنا يا مس؟ الزهرة بصير عندنا ثمرة، والثمرة شو بصير داخلها؟ يوجد أشياء من داخلها، يوجد بذور. ممتازين يا مس. طيب عندنا يا مس لا زهرية، هي نباتات إيش مالها؟ نباتات لا تكون أزهار. لا تكون أزهار. ممتازين يا مس. طيب إيش بتكون يا مس؟ والنبتة بتكون أو الثمار؟ تكون البذور داخل مخاريط. البذور داخل إيش يا مس؟ داخل مخاريط. البذور داخل إيش يا مس؟ داخل مخاريط. تمام التمام يا مس. برضو النباتات الزهرية بنقسمها لإيش يا مس؟ بنقسمها لقسمين. النباتات الزهرية برضو تقسم لقسمين. إيش القسمين اللي بتقسم إلهن يا مس النباتات الزهرية؟ تقسم إلى النباتات الزهرية حكينا بنقسمها لقسمين. إيش هي؟ نباتات ذات فلقة. نباتات ذات فلقة. ونباتات ايش يا مس؟ نباتات ذات فلقتين. نباتات ذات فلقتين. ممتازين يا مس. طيب عندنا ايش يعني نباتات ذات فلقة ونباتات ذات فلقتين؟ نباتات ذات فلقة يا مس بذورها لا يمكن تقسيمها لجزئين. أما ذات فلقتين يا مس يمكن تقسيم بذورها لإيش يا مس؟ لقسمين. تمام التمام يا مس. طيب
من الأمثلة على نباتات في القذرة من الأمثلة على نباتات ذات فلقة حكينا إيش يا مس؟ الذرة. من الأمثلة على نباتات يا مس ذات فلقتين إيش هي؟ اللي هي مس مثلا الفول. طيب من الأمثلة يا مس على النباتات الزهرية إيش هي؟ مثلا البرتقال، برتقال، تفاح. تمام يا مس، هي جميعها ذات فلقتين. من الأمثلة على النباتات اللازهرية يا مس مثلا إيش؟ صنوبر، الصنوبر، السرو. تمام تمام، نرجع نعيده يا مس بشكل سريع. هسا عندنا النباتات يا مس، النباتات في عندنا تتكاثر بالبذور، ونباتات لا بذرية لا تتكاثر بالبذور، تتكاثر بالأبواغ بنحكي لها. هي يا مس انتوا لسه ما أخذتوها. طيب ننتقل يا مس على النباتات التي تتكاثر بالبذور. النباتات التي تتكاثر بالبذور يا مس قسمت إلى قسمين، نباتات إيش ونباتات إيش، نباتات زهرية ونباتات لا زهرية. نباتات زهرية هي النباتات التي تكون أزهار، وهي الزهرة بتتحول لثمار وتكون البذور داخل الثمار. ممتازين يا مس. طيب النباتات اللازهرية هي النباتات التي لا تكون أزهار وتكون بذورها داخل إيش يا مس؟ داخل المخاريط. ممتازين يا مس. طيب عندنا النباتات الزهرية تقسم إلى قسمين، نباتات ذات فلقة ونباتات ذات فلقتين. نباتات ذات فلقة يا مس بذورها بنستطيع أن نقسم، لا نستطيع أن نقسمها إلى إيش؟ إلى جزئين. مثل إيش؟ مثل الذرة. طيب ذات فلقتين يا مس بذورها نستطيع تجزئتها إلى جزئين. مثل إيش؟ مثل الفول. تمام تمام يا مس. حكينا يا مس النباتات البذرية، عندنا نباتات زهرية ونباتات لا زهرية. عندنا نباتات الزهرية هي النباتات التي لها أزهار تتحول إلى ثمار داخلها بذور. لا زهرية نباتات تنتج البذور داخل المخاريط وليس لها إيش؟ أزهار، مثل الصنوبر. أسف يا مس. طيب عندنا يا مس النباتات الزهرية تقسم إلى قسمين، نباتات ذات فلقة ونباتات ذات فلقتين. نباتات ذات فلقة يا مس هي النباتات التي تكون بذورها ذات فلقة، ما بنستطيع تقسيمها إلى قسمين. أما النباتات ذات فلقتين هي النباتات التي تكون بذورها من فلقتين أو نستطيع تجزئتها إلى جزئين يا مس. مثل إيش؟ مثل الحمص. تمام تمام يا مس. ننتقل يا مس على الدرس الثالث اللي هو تصنيف الحيوانات. طيب ركزوا معي يا مس. هسا الحيوانات صنفت إلى مجموعات، تمام، تبعا لخصائصها. شو هي الخصائص أو المجموعات التي صنفت لها الحيوانات؟ صنفت يا مس إلى خمس إيش؟ خمس مجموعات. إيش هي المجموعات اللي صنفت إلى، عفوا، صنفت إلى ست مجموعات. إيش هي المجموعات التي صنفت إلى يا مس؟ مجموعة الثدييات، مجموعة الزواحف، مجموعة الحشرات، مجموعة الأسماك، مجموعة الطيور، مجموعة البرميات. نرجع لعند يا مس. إيش هي المجموعات التي صنف إليها الحيوانات؟ تصنفت إلى ست مجموعات. إيش هي المجموعات يا مس؟ مجموعة الثدييات، مجموعة البرمائيات، مجموعة الأسماك، مجموعة الطيور، مجموعة الزواحف، ومجموعة إيش يا مس؟ الحشرات. تمام تمام يا مس. بحكينا أول سؤال، أذكر خصائص الثدييات. طيب يا مس إيش هي خصائص الثدييات؟ تمام، أول إيش يا مس؟ أجسامها مغطاة بالشعر أو الفرو. تمام، تتنفس بالرئتين، تتكاثر بالولادة وترضع صغارها. طيب عنا معناته الثدييات يا مس إيش هي؟ الثدييات أجسامها مغطاة بالشعر، ممتازين يا مس، أو الفرو، تتنفس بالرئتين، تتكاثر بإيش يا مس؟ بالولادة وترضع صغارها. تمام تمام، هاي أول إيش بالثدييات. طيب أذكر مثال على الثدييات يا مس، مثلا البقرة، تمام، الإبل، القرود، الفيلة، الدلافين، والخفافيش. طيب يا مس الخفافيش من الرغم انها بتشترك في صفات الطيور، لكن ليش انا حطيتها يا مس ضمن الثدييات؟ لانها تلد بالولادة، لانها تلد بايش يا مس؟ بالولادة. تمام تمام يا مس. بحكي لنا ثاني مجموعة اللي هي مجموعة ايش يا مس؟ الزواحف. طيب جلدها بإيش يا مس مغطى؟ جسمها مغطى بالحراشف. الزواحف جسمها مغطى بالحراشف، تتنفس بالرئتين، تتكاثر بإيش يا مس؟ بالبيض. معناته الزواحف أجسامها مغطى بالحراشف، تتكاثر بالبيض وتتنفس بالرئتين. أذكر أمثلة على الزواحف يا مس، تماسيح، سلاحف، أفاعي، هاي كلها أمثلة على إيش يا مس؟ على الزواحف. تمام تمام يا مس. عندنا يا مس أذكر خصائص مجموعة الحشرات. الحشرات يا مس حيوانات لها إيش؟ ست أرجل ولها قرون استشعار. أجسامها بإيش يا مس؟ مغطى بهيكل خارجي صلب، تتكاثر بإيش يا مس؟ تتكاثر بالبيض. ممتازين يا مس. طيب أذكر مثال على الحشرات،
فرس النبي والنمل، هاي من الأمثلة على الحشرات. تمام التمام يامس. ننتقل على اللي بعده اللي هي يامس. اذكر خصائص الأسماك. ايش خصائص الأسماك؟ اول اشي لديها ساعات عارس تتحرك بوسطها، اجسامها مغطى بايش يامس؟ بالقشور. تتعيش في ايش يامس؟ في الماء. تتنفس عن طريق الخياشيم. تتكاثر برضو بايش يامس؟ تتكاثر بالبيت. من الأمثلة على الأسماك يامس اللي هي سمك السردين وسمك الكرب، سمك القرش، جميع الأشياء التي تعيش يامس في البحار بنسميها يامس، هي من الأمثلة على الأسماك. ننتقل يامس على إيش؟ خصائص اللي هي الطيور، أجسامها مغطى بإيش يامس؟ بالريش. برافو. لدى المعظم منها أجنحة، لكل منها طرفان ومنقار. طرفان يامس ومنقار. تتنفس بالرئتين. تتكاثر بإيش يامس؟ تتكاثر بالبيض. ممتازين يامس. اذكر مثال على مجموعة الطيور، البطريق واللقلق. تمام التمام يامس. عنا اذكر خصائص مجموعة البرمائيات. البرمائيات يامس ايش خصائصها؟ اول اشي جلدها رطب، تبدأ حياتها بالماء ثم تنتقل للعيش على اليابسة. تمام عنا وعند اكتمال نموها تعيش على اليابسة قرب الماء وتتنفس بالرئتين. تتكاثر بالبيض. تضع بيوضها وين يامس؟ في الماء. من الامثلة على البرمائيات الضفدع والسلمندر. تمام التمام يامس. طيب ركزوا معي يامس، ركزوا معي. بدنا ناخذ يامس بطريقة كثير سريعة ايش اللي هي يامس. تم. بدنا ناخذ بطريقة سريعة يامس تصنيف الحيوانات. هسه احنا عندنا الحيوانات، الحيوانات. تم. ناخذها بشكل سريع يامس عشان احنا ايش نستذكر. هسه احنا عندنا تصنف الحيوانات الى 6 مجموعات حكينا. ايش هي المجموعات اللي تصنف لها الحيوانات يامس؟ اول مجموعه اللي هي مجموعه الثدييات. ممتازين يامس. اول مجموعه اللي هي مجموعه الثدييات. تمام التمام يامس. ثاني مجموعه اللي هي مجموعه ايش؟ ممتازين يامس. مجموعه البرمائيات. مجموعة برمائيات. طيب ثالث مجموعة يامس ايش هي؟ عندنا مجموعة الثدييات، مجموعة البرمائيات. ثالث مجموعة ايش يامس؟ اللي هي مجموعة الزواحف. مجموعة الزواحف. رابع مجموعة يامس اللي هي مجموعة ايش؟ مجموعة الطيور. مجموعة الطيور. ثالث خامس مجموعة يامس اللي هي مجموعة ايش؟ مجموعة الأسماك. المجموعة الأخيرة يامس اللي هي مجموعة ايش؟ حكينا الثدييات، البرمائيات، الزواحف، الطيور، الأسماك. مجموعة الحشرات. تمام تمام يامس. طيب نيجي على خصائص كل واحدة منهم. الثدييات يامس ايش خصائصها؟ اول اشي تلد بالولادة. تلد بالولادة. ممتازين. وبرضو يامس تتكاثر بالولادة. اجسامها مغطى بايش يامس؟ اجسامها مغطى بالشعر او الفروق. بالشعر او الفروق. برضو ايش يامس؟ عندنا تلد بالولاده، اجسامها مغطى بالشعر والفروق، وتتنفس عن طريق ايش يامس؟ الرئتين. تنفس الرئتين. ممتازين يامس. طيب عندنا يامس من الامثله على مجموعه الثدييات ايش يامس؟ اللي هي مثلا الفيل. ننتقل يامس على اللي بعده، مجموعة البرمائيات. البرمائيات يامس ايش خصائصها؟ اول اشي اجسامها رطبة. اجسامها رطبة. وبرضو ايش يامس؟ اجسامها رطبة. بداية حياتها تعيش وين يامس؟ تعيش في الماء. في الماء. تتنفس عن طريق ايش؟ تنفس عن طريق الخياشيم.
عن طريق الخياشيم. ولما بتكبر وعندما تكبر تتنفس عن طريق ايش يا مس؟ تنتقل لليابسة. وايش بتتنفس يا مس؟ تتنفس عن طريق الرئتين. عن طريق الرئتين. ايش بتتكاثر يا مس؟ حكينا البرمائيات بالبيض. تمام التمام يا مس، تتكاثر بالبيض. طيب نيجي على الزواحف يا مس، اجسامها ايش مالها؟ اجسامها صلبة. او جلد قاسي. تمام التمام يا مس، هاي الزواحف برضو تتكاثر بالبيض. تتكاثر بالبيض وتتنفس عن طريق ايش يا مس؟ الرئتين. تتنفس بالرئتين. من الأمثلة عليها ايش يا مس؟ الزواحف مثلا اللي هي الأفعى. طيب الطيور يا مس اجسامها مغطاة بالريش. أجسامها مغطاة بالريش. ممتازين يا مس. تمتلك منقار وإيش برضو يا مس؟ منقار وطرفان. معظمها يمتلك أجنحة. تتكاثر بإيش يا مس؟ تتكاثر بالبيض وتتنفس بالخياشيم. تنفس بالخياشيم. تمام تمام يا مس. الأسماك إيش خصائص الأسماك؟ حكينا يا مس الأسماك خصائصها اللي هي الأسماك يا مس إيش خصائصها؟ أجسامها إيش مالها؟ أول إشي عنا تتنفس بالخياشيم. بالخياشيم. تمام تمام يا مس، تتنفس بالخياشيم. هاي أول وحدة. تتكاثر بإيش يا مس؟ تتكاثر بالبيض. من الأمثلة عليها إيش يا مس؟ اللي هي سمك القرش. تمتلك إيش يا مس؟ جلد قاسم. طيب مجموعة الحشرات يا مس، ايش الحشرات؟ اول اشي تمتلك قرون استشعار. تمتلك قرون استشعار. ممتازين يا مس. تتكاثر بايش يا مس؟ تتكاثر بالبيض. تتكاثر بالبيض. من الأمثلة عليها إيش يا مس؟ من الأمثلة على حشرات النمل. معناته يا مس أنا إيش بستنتج؟ أو إذا جاب لنا قارن، مجموعة الثدييات هي الوحيدة التي تتكاثر بالولادة. تمام يا مس؟ جميعها بتتنفس عن طريق الرئتين ما عدا مجموعة الأسماك تتنفس عن طريق الزعانف. تمام الخياشيم عفوا. تمام. وبرضو البرمائيات في بداية حياتها بتتنفس بالخياشيم، وبعدين يا مس عندما تنتقل إلى العيش لليابسة تتنفس عن طريق إيش؟ تتنفس عن طريق الرئتين. تمام تمام يا مس، كل طريقة تتنفس عن طريق الرئتين. تمام تمام يا مس. هيك يا مس بنكون بإذن الله غطينا الوحدة الأولى بجميع أفكارها. تمام تمام يا مس، ادرسوا منيح واحفظوا كتير منيح وافهموا كتير منيح عشان تجيبوا علامات كتير عالية. الله يعطيكم ألف عافية يا رب.